مسيكم بالخير. 85% من نجاحك يعتمد على شيء يسمونه الهندسة البشرية. وش هي الهندسة البشرية دي؟ باختصار هي مهاراتك الشخصية في القيادة والتفاوض والتواصل مع الناس. هذا يعني أنه 15% من النجاح فقط محصور في الفن اللي أنت تتقنه، يعني سواء هندسة أو طب أو صناعة أو زراعة، ل 15% بس دي. وأما 85% تتعلق بشخصيتك أنت. لذلك التعليم في أمريكا يركز على هالجانب بعنف، وهذا سر اكتساح الأمريكان لكل شيء في العالم تقريبا. هنا العرب بالمثال يتضح المقال. هذه قصة طرت على بالي تتعلق بهذا الجانب. هذا فراش يشتغل في مدرسة، وهذا الإنسان متربي في بيئة يعني متشرب إنه إنسان فاشل وإنه لا يمكن أن ينجح أبدا. مدير المدرسة في يوم من الأيام حن عليه، يوم شاف وضعه وكثرة شكاويه، قام وعطاه مبلغ من المال وقال هالمبلغ هذا سلفة، إذا أنت نجحت وصار عندك دراهم ومال وهذا رجع لي، أما إن فشلت افترى حلال زلال عليك. جلس يقول مدير المدرسة أنا ما أعرف وأنا ما جربت وأنا ما أفهم وأنا ماني مثل الناس. المهم مدير المدرسة حاول معه مرة ومرتين وأقنعه يا ابن الحلال حاول وما أنت خسران شيء وهالدراهم من عندنا وترك مسامح إن خسرت. أخيرا اقتنع الرجال. فترة لقاه مدير المدرسة ها فلان بشر وش صار وش سويت بالدراهم؟ قال والله اني ارسلت وعطيت مدري مين وناس يجيبون هذا، طبعا القصه دي مبطي، وحاولت وناس بيسافرون ومدري وين بيجيبون لي بضاعه وعطيتهم واني وصيتهم واني ما نجحت ولا ربحت. قال وش البضاعه حقتك وشي؟ قال وصيتهم يجيبون لي شابه. قال شابه؟ قال لي كاتب وشلون الشابه هذه؟ قال لمدير المدرسه ومتى نلقى لنا عجوز من ثلم برطم تحط عليه شابة؟ وقال إني أنا خسرت مدري شلون. قام وقال للمدرسين هالمرة ذي يجمعوا معي المبلغ الأول كان من المدير وتقاطوا المدرسين، وقال هالمرة ذي نبيك تزبط يعني موضوعك ما تدخل هالشغلات هذه، لا نبي شغلة ثانية وانتبهوا وحاولوا يعلمونا. المهم أعطوه مجموعة نصايح. بعد فترة قابل هاي فلان بشر وش صار؟ قال والله إني اشتغلت ورحت وجبت. قال وش سويت؟ قال يا ابن الحلال جبت لي أتريك. قال أتريك؟ قال لي. قال أتريك؟ قال لي. قال عادني استخدم أتريك هالأيام؟ قال عاد وش أسوي؟ يمكن تنقطع الكهرباء ولا شيء. قال المشكلة بعد طلعت مالها روز. السالفة دي ذكرتني بسالفة شايب عنده بقالة، وهالشايب هذا عنده وليد جالس ما يبي يتحرك، متكي وليد سمين، وكل ما جاء واحد ينشد عن شغل ما في، عشان ما يقوم يجيب الاغراض، ما في مخلص ما في، ودي بتسد الشايب. والوليد السمين هذا من عيال الحاره، والشايب يبي يترزق الله ويبي يشتغل، وقال يا وليدي الا منه جاك واحد يبغى الغرض الفلاني وهو مو عندنا، قل له عندنا بداله الشيء الفلاني ومش امورك، لكن لا تقول ما في وما في. بعدين ترى عنده لله الحمد في البقاله كل شيء تقريبا يبونه الناس مثله ولا اخوه ولا حوله، اهم شيء لا تقول ما في ذي ما بيسمع منك. قال ان شاء الله. وشوي وتدخل هاك البنيه بنيت صغيره، قالت ما عندكم مناديل؟ قال لا ما في، في عندنا صنفره. صنفره بيعطيها بدل المناديل. قال الشاي والله الشرع يجيب عليك، الشرع اللي يشغلك. شفتوا أهمية القدرة على التواصل وفن التفاوض والقيادة؟ هذه بإمكان الإنسان يتعلمها ويتدرب عليها بمنتهى السهولة، فقط تحتاج إلى صبر وعمل وجد. تعلموا فن الإنصات وفن الكلام، هذا هو مبدأ أو مربط الفرس في كل فن. السلام عليكم. مع السلامة.